بعد طول انتظار، ها هي الحكومة المصرية توقع صفقة تطوير رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي وتحديدا القابضة ADQ التي لديها الكثير من الاستثمارات في مصر. رأس الحكمة درة تاج في منطقة الساحل الشمالي في مصر. الصفقة التي وصلت إجمالي قيمة الاستثمارات فيها إلى 35 مليار دولار. هذه الصفقة لها الكثير من الفوائد بالنسبة لمصر. أولها هو ضخ حوالي 24 مليار دولار نقدا من خارج البلاد إلى داخلها، وكذلك أيضا التنازل من جانب الإمارات التي لديها ودائع في البنك المركزي المصري بحوالي 22 مليار دولار، تتنازل عن نصفها تقريبا 11 مليار دولار، وهذه الودائع يتم تحويلها بالجنيه المصري لدى البنك المركزي على أن يتم ضخ هذه الودائع لصالح مشاريع متعلقة بADQ في مصر بشكل عام، ومن بينها طبعا مشروع رأس الحكمة. طريقة السداد التي تحدث عنها رئيس الوزراء المصري منقسمة إلى دفعتين، الدفعة الأولى في خلال أسبوع من الإعلان عن الاتفاق، والتي سوف تتضمن 10 مليارات دولار نقدا إضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري وتحويلها إلى الجنيه. كذلك في المقابل الدفعة الثانية في غضون شهرين ب 14 مليار دولار سيولة من الخارج إضافة إلى 6 مليارات دولار من البنك المركزي المصري. من المقرر أن تحتفظ الحكومة المصرية ب 35% من حقوق تطوير هذا المشروع، أو من حصة تطوير هذا المشروع، مشروع رأس الحكمة. هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه سوف تصل فيه الاستثمارات وفق بيان للقابضة ADQ إلى 150 مليار دولار. من المقرر أيضا أن يوفر ملايين فرص العمل على أن تتم البداية في هذا المشروع في أوائل عام 2025. منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي هي منطقة تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وسوف تقوم القابضة ADQ بتطويرها من خلال العديد من المنشآت. قد يكون هناك مطار أيضا لإنزال السياح، وهذا بالأساس هو الغرض من تطوير هذه المنطقة التي سوف تحوي مرافق سياحية ومنطقة حرة، منطقة استثمارية، وكذلك مساحات سكنية وتجارية وترفيهية ومطار، وهناك أيضا خطة لإنشاء ميناء مقترح في هذه المنطقة. هذه المنطقة أصلا لدينا فيها العالمين، ولدينا فيها منطقة الضبعة، وكلها مناطق إيجابية على سبيل التحديد. العالمين التي تم تطويرها من قبل الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على أن تكون مصدرا ووجهة للسياحة، وهذا ما تسعى إليه أيضا رأس الحكمة. عندما تم الإعلان عن هذه الصفقة وتفاصيلها من قبل رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي، شاهدنا هبوطا واضحا للدولار في مقابل الجنيه المصري. كان الدولار يوم 22 من فبراير بحوالي 61 جنيها و95 قرشا. على الفور شاهدنا هذا الهبوط على مدار يومين إلى أن وصل الدولار لمستويات 50 جنيها و25 قرشا، في إشارة إلى أن المدخولات الدولارية التي سوف تأتي من هذا المشروع بطبيعة الحال سوف تنعش الخزانة المصرية وتسد الكثير من الاحتياجات الدولارية التي تحتاجها البلاد. وبالتالي شاهدنا أيضا ارتفاعا في السندات الدولارية المصرية في المقابل، وهذه لأجل 2051 لأعلى مستوياتها في عام. بالنسبة لهذا الاتفاق، هذا الاتفاق أيضا تحدث عنه رئيس الوزراء المصري أنه سيكون ربما دافعا لإنجاز الاتفاق أيضا مع صندوق النقد الدولي. المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت إن هناك تقدما ممتازا بحسب وصفها في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق الذي يشمل مراجعتين من قبل الصندوق لهذا البرنامج، إضافة إلى زيادة هذا البرنامج ليصل ما بين 10 إلى 12 مليار دولار وفق التوقعات التمويلية. هذه الصفقة أيضا أو حجم الاحتياجات التمويلية الدولارية التي كان قد قدرها جولدمان ساكس سابقا قد تصل إلى 25 مليار دولار، ولهذا فإن هذه الصفقة تسد قدرا كبيرا من الاحتياجات التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك أيضا مزيد من التدفقات الدولارية إما من مشاريع أو تخرجات أخرى وبيوع أخرى من الحكومة، أو كذلك أيضا من صندوق النقد الدولي وعدد من الأطراف الآخرين.